أهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية الخاصة والمباشرة والمتواصلة من قناة الجزائر الدولية لآخر التطورات الأوضاع في فلسطين ومستجدات عملية طوفان الأقصى. إذا كان يوما مشهودا في تاريخ المقاومة الفلسطينية، يوم نفذت فيه حركة المقاومة الإسلامية حماس أكبر هجوم ضد الاحتلال الصهيوني منذ سنوات في عملية مباغتة تضمنت عبور مقاومين إلى عدة مستوطنات صهيونية من إطلاق وابل كثيف من الصواريخ من قطاع غزة، والحصيلة قتلى وجرحى وأسرى في صفوف الكيان. أزيد من 160 فلسطينيا استشهدوا بسبب غارات الاحتلال على قطاع غزة وسط ردود دولية متباينة. نقف برفقتكم مشاهدين في كل مكان عند هذا الحدث لنبحث في تفاصيل هذه العملية ونستقرأ مع ضيوفنا تداعياتها على مستقبل الصراع الفلسطيني الصهيوني والمنطقة. لذلك نسعد باستضافة الكاتب والباحث السياسي عبد الرحمن السعيدي في استوديو قناة الجزائر الدولية. مرحبا بك دكتور. كما ينضم إلينا عبر سكايب من القدس الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي والخبير في الشؤون القدس، وأيضا عبر سكايب من غزة المتحدث الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مصعب البريم، وعبر الهاتف من غزة الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو. كما سينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد مصلح. أهلا بكم جميعا في هذه التغطية الخاصة من قناة الجزائر الدولية. نبدأ النقاش بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. إذا أبدأ مع المتحدث باسم المتحدث الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مصعب البريم. إذا في أي سياق تأتي هذه العملية أو عملية طوفان الأقصى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية التحية لكم، التحية لشعبنا الثائر والمنتفض في كل ساحات هذا الوطن، التحية للشهداء الذين سطروا هذه الصفحة، صفحة العز والفخار والبطولة، لتكون تاريخا مفصليا في كفاح وجهاد الشعب الفلسطيني. التحية للأسرى، التحية للمجاهدين الذين صنعوا هذه الملحمة. اليوم تأتي هذه المعركة طوفان الأقصى والتي اشتركت فيها المقاومة الفلسطينية جنبا إلى جنب كتائب القسام مع سرايا القدس وأبناء الشعب الفلسطيني، لتؤكد أننا شعب عصي على الاقتلاع، عصي على الانكسار. كل محاولات العدو الصهيوني لاقتلاع شعبنا الفلسطيني، المجازر، قتل الشيوخ، الأطفال، النساء، التهجير القسري، استهداف المقدسات، كان هذا الاحتلال يظن واهما أنه يمكن أن يضغط على عصب الشعب الفلسطيني وعصب المقاومة ويحاول أن يبدل أولوياتنا. اليوم جاء هذا الرد ليرتب الأولويات من جديد ويؤسس لمرحلة جديدة ينتقل فيها الشعب الفلسطيني بقيادة المقاومة الفلسطينية من مرحلة الصمود إلى مرحلة المبادئ والمبادرة والهجوم. مضى الزمن الذي يضرب فيه هذا المحتل، صحيح أنه يستطيع أن يعتقل ويغتال ويقتحم، لكن اليوم هو يدفع ثمن قبل أن يفعل ذلك. ومهمتنا في المقاومة الفلسطينية أن يدفع هذا الاحتلال ثمن كل هذه الجرائم في سياق الحساب المفتوح والمعركة المفتوحة مع هذا العدو. لذلك جاءت هذه المعركة دفاعا عن المقدسات وعن حرائر فلسطين وعن الأسرى، وتوحيدا للساحات، وتوحيدا للمقاومة، وتأسيسا للزمن الفلسطيني القادم الذي سيؤسس للعبور التاريخي ليس لمجاهدي فلسطين بل لمجاهدي الأمة جميعا بإذن الله عز وجل، عبورا تاريخيا نحو المسجد الأقصى ونحو العودة بإذن الله. هذا المشهد ستتذكره الأجيال. نعم. مشهد قمنا بإذلال الصهاينة
الذين حاولوا أن يذلوا شعبنا وأمتنا، حاولوا أن يفرضوا وجودهم في قلب الأمة، حاولوا أن يطعنوا تاريخنا وجغرافيتنا وإيماننا وثقافتنا المقاومة، اليوم نحن نقتلهم من مسافة صفر. اليوم نذل هذه الأوهام التي حاولوا أن يخدعوا فيها أمتنا ويثبتوا أن لديهم جيش لا يقهر. هذا الجيش اليوم من مسافة صفر قهر تحت نعال أبطال المقاومة وبرصاص أبطال المقاومة. هذا المشهد نريد ألا يصبح مشهدا استثنائيا، سيتحول إلى ثقافة بإذن الله ستضمن مشاركة كل الأجيال وكل الأطياف وكل النسيج على مستوى الأمة وعلى مستوى شعبنا، لنؤسس لزمن الانتصارات والمعركة الشاملة بإذن الله عز وجل. نعم، الآن مع الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي والخبير في شؤون القدس، أي قراءة أولية تقدمونها لعملية طوفان الأقصى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللإخوة المشاهدين. يعني في الحقيقة هذه الأحداث التي جرت اليوم وهي مفاجئة على مستوى يعني كبير للاحتلال، وصنعت معجزة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ونقلة نوعية في مستوى المقاومة وفي مبادرة المقاومة وفي إبداع المقاومة. هذه الأحداث كلها وثيقة الصلة بما يجري في الأراضي الفلسطينية من قبل، يعني وفي الأيام الماضية وفي الشهور الماضية، ما يجري في المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات وجرائم وتدنيس مستمر لهذه المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال كان يستخف كثيرا بقدسية المسجد الأقصى وبمكانة المسجد الأقصى، ليس عند الشعب الفلسطيني فقط بل عند الأمة الإسلامية بأكملها. يعني أصبح يتعامل مع المسجد الأقصى وكأنه ملعب كرة قدم، يقتحم متى شاء وكيف ما شاء ويعربد ويقمع المصلين ويلقي بالنساء والمرابطات على الأرض ويدوس عليهم ويسحلهم في شوارع البلدة القديمة في القدس. يعني هذه الجرائم المستمرة والمتواصلة كان لابد أن يكون عليها مثل هذا الرد. وبالتالي أنا أظن بأن مثل هذا الحدث الكبير اليوم سيكون نقطة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، في تاريخ القضية الفلسطينية. أظن بأن الاحتلال اليوم يدرك بشكل واضح لا لبس فيه أن هناك خطوط حمر بالفعل لدى الفلسطينيين ولدى المسلمين في العالم ولدى يعني هذا الشعب المقاوم الذي يواجه الاحتلال منذ عقود طويلة من الزمن. أنا أظن بأن هذه الأحداث وهذه البطولات اليوم أسقطت المستحيل بالنسبة للشعب الفلسطيني. لم يعد اليوم هناك مستحيل، لم يعد زوال هذا الاحتلال بالأمر المستحيل، لم يعد الانتصار على هذا الاحتلال بالأمر المستحيل. أعتقد أن هذه بداية جديدة ستؤسس لكل ما هو قادم، لكل الأيام القادمة ستكون بدايات مختلفة، ستكبل يد الاحتلال بطرق يعني مباشرة، سيحسب الاحتلال ألف حساب لأي جريمة أو سياسة يمكن أن يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني. أيضا ستسقط هذه العملية الكثير من هؤلاء الأقزام والمراهقين السياسيين. إذن نعم كما نتابع الآن، هناك تصلنا في هذه اللحظات صور مباشرة لقصف صهيوني على قطاع غزة. طبعا متوقع القصف. نعم. وليس يعني شيئا جديدا على الاحتلال. الاحتلال كان يقصف منذ سنوات طويلة وسيستمر بالقصف، ولكن هذا لن يغير شيئا. ما جرى اليوم لن يستطيع الاحتلال أن يغيره، لن يستطيع أن يغير النتائج مهما قتل من شعبنا. يعني هذه مسألة حسمت منذ الساعات الأولى. الاحتلال تلقى هذه الضربات القوية ويعني وضع في الزاوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وبالتالي نتوقع أن يكون له ردود فعل في غزة وحتى في الضفة الغربية، ولكن النتائج لن تتغير والمعنويات معنويات الشعب الفلسطيني لن تتراجع رغم الجراح النازفة ورغم يعني الشهداء ورغم الألم والمعاناة
لكن هذا قدر شعبنا، وهو شعب مرابط وصابر، ليس منذ اليوم أو الأمس نحن سواء رفعنا الراية البيضاء لهذا الاحتلال وهذا لن يكون، أو قاومنا هذا الاحتلال. الفاتورة واحدة والضريبة واحدة، القتل والقمع والإرهاب الصهيوني لم يتوقف يوما واحدا على مدار تاريخ هذه القضية. ولكن هذا الأسلوب الجديد وهذا المستوى الجديد من المقاومة، أعتقد بأنه لقن الاحتلال درسا كبيرا، وأظن بأن هذا الموضوع سيأخذ الأحداث في الأيام القادمة باتجاهات أخرى أكثر عزة وأكثر قوة للشعب الفلسطيني على مستوى الضفة الغربية، على مستوى القدس، على مستوى الأراضي العربية المحتلة عام 48، وعلى مستوى أهلنا في الشتات أيضا. ما جرى اليوم ولادة جديدة للشعب الفلسطيني ولمعنويات الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر سيؤدي إلى تغذية المقاومة بشكل كبير وغير مسبوق، لأن الكل كان ينتظر والكل ما زال ينتظر أن يجد لحظة يعني تشعره بهذه العزة وبهذه الكرامة وبهذه القوة وبهذه القدرة على المبادرة وعلى الاقتحام وعلى يعني تحرير هذه المستوطنات المحيطة بغزة. وهذه رسالة كما قلنا هي رسالة قد تبدو أنها رمزية، ولكن في حقيقتها رسالة كبيرة جدا ترتبط ارتباطا وثيقا بمصير هذا الاحتلال في هذه البلاد. وقد سقطت الكثير من الشعارات والكثير من يعني الصور المزيفة التي كان يختبئ وراها الاحتلال، وقد رأينا قطعان المستوطنين يهيمون على وجوههم في صحراء النقب وفي صحراء غزة، رأينا هؤلاء الجبناء يختبئون في حاويات الكمامة، رأينا الجنود كيف يتم أسرهم من قلب المجنزرات والدبابات وهم بكامل زيهم العسكري. رأينا كل هذه الصور التي لا يمكن لجبروت الاحتلال ولا يمكن لجرائمه أن تطمس هذه الحقائق. اليوم بداية جديدة تضع النقاط على الحروف، وما هو قادم بإذن الله سيكون لصالح هذا الشعب ولصالح هذه القضية. نعم، كما نتابع هذه الصور المباشرة والحية لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي برجا سكنيا وسط مدينة غزة، نتابع. نذهب الآن إلى الأستاذ عبد الرحمن سعدي. إذا كيف تقرأ ما جرى وما يجري الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الدعوة، بالعكس هذا واجب مشاركتنا في هذا تغطية هذا الحدث البارز والفارق، ونستطيع حديث تاريخي. فقراءة لا يمكن قراءة هذا الحدث بمعزل عن السياق الذي تمر به القضية الفلسطينية. في سياق لتصفية القضية ومعروف بموجات التطبيع، في سياق خنق الشعب الفلسطيني من خلال الحصار والغلق عليه من العمل وغير ذلك، في أيضا سياق انتهاك حرمات الأقصى إلى أبعد حدود. لم يشهد الأقصى والقدس الشريف انتهاكات من طرف المستوطنين من طرف المتطرفين دينيين كما يشهد هذه المرة بحكومة تغطية حكومة متطرفة بما يشارك وزراء في عملية الاقتحامات، وهذا لم يكن في عمل بمعنى أمام صمت دولي، سياق صمت دولي وانصراف دولي إلى قضايا أخرى مثل أوكرانيا، قضايا اقتصادية أخرى بعيدا عن القضية الفلسطينية. ثانيا صمت عربي، صمت عربي من طرف أنظمة عربية متخاذلة كلية، وفيها عملية كأن القضية تمر بظروف سابقة. فجاءت هذه العملية، عملية الذي شاهدناها صبيحة اليوم وتسمى طوفان الأقصى وتسمى العبور، أنهم عبروا من غزة إلى خارج غزة، اللي كان سياج غزة مضروب عليها سجن كبير، خرجوا بهذه القوة وبذلك الاقتدار وبذلك التمكن، وأظهروا للعالم، لأن ما زالت هناك أطراف في العالم ما زالت تحسب أن هذا الجيش الصهيوني هو جيش قوي وجيش فيه منعة وفيه قدرة، وهذا الجيش يخيف حتى بعض الجيوش الضعيفة من الدول العربية. فهما أظهروا العالم. فكلمة عبور تم هذه العبارة اللي استعملت أقصى طوفان الأقصى واستعملت كلمة العبور
ليس غريب أن هذا العبور يأتي في ذكرى 73 حرب أكتوبر تسمى حرب العبور، حرب العبور، بمعنى أن حركة المقاومة الحماس والمقاومة عموما أرادت من خلال هذه العملية النوعية والإبداعية والتاريخية والقوية أن تعبر بالقضية الفلسطينية من الوضع الحالي إلى وضع آخر، بمعنى نستطيع أن نقول أن القضية الفلسطينية كانت قبل هذا الهجوم بصيغة بطريقة بشكل بسياق، الآن بعد هذه العملية ستكون بسياق آخر، بمعنى تؤكد هذه العملية أن السلام والأمن لا تصنعه موجات التطبيع ولا تصنعه انخراط أنظمة عربية في سياسات إسرائيلية إمريكية، لا تصنعه هذه المواثيق التي تمضى هنا هنا، السلم والأمن والحرب تصنعه، يصنعه الميدان، تصنعه أرض غزة، الضفة الغربية، فلسطين الداخل. وإذا رأينا للعملية من حيث العملية، عملية فيها اختراقات كثيرة، اختراق السياج والخروج من منطقة غزة، اختراق استخباراتي، كيف يتحرك ما يقارب 150 إلى 200 مقاتل مقاوم يتحركون بهذه القدرة مخترقين أجهزة الرصد والاستخبارات غزة. ثانيا اختراق الدفاعات، نعم، دفاعات الكيان الصهيوني وصلوا إلى درجة عندما واحد يوصل يدخل إلى ثكنة، إلى موقع عسكري، يأسر قائد الثكنة برتبة جنرال وجيش بكامله، أسرى عددهم لم ننتهي من الإحصاء، ممكن أو 35 ممكن، القتلى ذات المئات، واستيلاء على مستوطنات. لأن الآن هذه العملية أحدثت وجود انقسام في الساحة الإسرائيلية الصهيونية، انقسام حاد إلى درجة الصراع. هذه العملية تعمق هذا الانقسام إلى أبعد حدود، إلى أبعد، بمعنى أن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يستيقظ من عملية، لأنها وزير نتنياهو قال مفاجأة قاتلة، وهي صدمة قاتلة. نعم، صدمة قاتلة. والآن ننتقل إلى المتحدث الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مصعب البريم. إذا السؤال المطروح، ما مدى قدرة المقاومة على الحفاظ على المكتسبات المحققة اليوم؟ نعم، القرار الشجاع والجريء للمقاومة بمبادرة ومبادئة هذا العدو وتحويل إدارة المعركة من الصمود إلى الهجوم والمبادرة، تدرك المقاومة الثمن الذي يمكن أن تدفعه. ونحن نؤكد في المقاومة الفلسطينية وفي حركة الجهاد الإسلامي وفي سياق المعارك التي خاضتها وقادتها المقاومة في إطار تثبيت معادلة وحدة الساحات في غزة، في الضفة، في القدس، في حتى فتح جبهات على مستوى الأمة، فتح النار على العدو الصهيوني يحتاج إلى ثمن وإلى تضحية. ونحن نفتخر أن نكون في رأس ومقدمة صفوف التضحية والعطاء والشهادة، هذا أعلى مراتب الشرف. والثمن الذي يمكن أن ندفعه في أي مواجهة هو أقل بكثير من الثمن الذي يمكن أن يدفع الشعب الفلسطيني. والقضية الفلسطينية في سياق التسوية الانهزامية والتراجع والتخلي عن دورنا ورسالتنا الوطنية والجهادية والقومية، وبالتالي نحن اليوم في طليعة المجاهدين، في طليعة الفدائيين، في طليعة الاستشهاديين، وهذا العدو يتراجع وقد خبرنا جيدا. وهذا الشكل من المواجهة هو الذي طرد هذا العدو من قطاع غزة، والذي طرد العدو من جنوب لبنان ونحن بإذن الله عز وجل بهذه المقاومة وبهذه العمليات سنؤسس لزمن طرد هذا العدو من كل فلسطين المحتلة. هذا وعد وعهد أطلقته المقاومة. المقاومة اليوم أصبحت رقما صعبا في معادلة الصراع. نعم، كما نتابع هناك قصف كثيف وقصف عنيف على غزة. نعم، أبراج سكن، نعم، هناك قصف عنيف على قطاع غزة الآن في هذه اللحظات. الكيان الصهيوني، تتابعون قصف صهيوني عنيف على أبراج سكنية في قطاع غزة.
صور مباشرة وحية تأتينا مباشرة من قطاع غزة لقصف صهيوني عنيف على القطاع. ماذا تعليقك سيد البريم على هذا القصف الصهيوني على قطاع غزة؟ نعم، أخاطبكم على بعد أمتار من هذا القصف. نعم. هذا القصف لن يخيفنا، لن يهددنا. نحن إذا عشنا سنعيش كرماء، وإذا متنا سنموت شهداء بإذن الله عز وجل. وطوال مسيرتنا الجهادية في المقاومة الفلسطينية في سرايا القدس وكتائب القسام كنا نتحرك دوما في هذه الظروف الاستثنائية من الاغتيال والاعتقال والملاحقة وهدم البيوت، لكن ذلك لن يؤثر على رسالتنا وعلى مهمتنا الوطنية. سنفتدي حقنا وسندفع ثمن هذا الحق حتى تعيش الأجيال من بعدنا في عزة وكرامة وتتسلم الراية لنؤسس في زمن التحرير وزمن العزة، زمن لا نرى فيه إسرائيل لا في فلسطين المحتلة ولا نرى لها أي راية في أي عاصمة عربية أو إسلامية. نحن نعم. بهذه التضحية وبهذا الجهاد نثبت أننا شعب قادر وأننا أمة قادرة، ننتمي لأمة لا تحترم الغزاة، أمة قادرة على مقاومة الاحتلال، أمة ترفض كل أشكال التطبيع ومحاولة الانسلاخ عن الوعي وعن الذات وعن ثقافة المقاومة. نحن بإذن الله سنكمل هذا المشوار، سندافع عن شعبنا، سنبقى في الميدان، سنبقى شوكة في حلق هذا الكيان حتى نطرده من أرضنا أو تصبح هذه الأرض المقدسة مقبرة لكل أوهامه وأحلامه. نعم، السؤال الآن موجه للدكتور أبو خاطر، ما الذي تعنيه وهذه الغارات الصهيونية على قطاع غزة سياسيا طبعا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني هذا هو الفارق بيننا وبينهم. مثل هذه البنايات، هذه عبارة عن بنايات سكنية للمدنيين. نعم. ليست مقرات عسكرية معروفة. نعم، كما نتابعها الآن رشقات صاروخية مكثفة في قطاع غزة على مناطق وأبراج سكنية. تفضل دكتور. استهداف هذه الأبراج السكنية هو يعني ما يميز الاحتلال. الاحتلال يعتبر أي هدف فلسطيني هو هدف مشروع بالنسبة له، لذلك هو دائما يهدم البيوت في القدس وفي الأراضي الفلسطينية، يهدم الأبراج في غزة، يهدم ويقتل المدنيين أيضا في كل مكان، يقتل النساء والأطفال. هذا هو الاحتلال، في حين أننا لاحظنا أن المقاومة اليوم عندما اقتحمت لم يعني يظهر في الصور أي مدني، كلهم عسكريون الذين تم أسرهم أو قتلهم، يعني جنود يلبسون الزي العسكري وهم في آلياتهم ودباباتهم، في حين أن الاحتلال يعتبر أي مدني فلسطيني هو هدف عسكري، ويعتبر أي مبنى أو برج أو مؤسسة هو هدف عسكري. هذا هو الاحتلال. الاحتلال هو عدو الإنسان، هو عدو كل أهل غزة، كل أهل فلسطين، كل ما هو عربي، هو عدو المقدسات. هو عندما يجتاح المسجد الأقصى بآلاف الجنود ويقوم بإلقاء القنابل في داخل المصلى القبلي في داخل المسجد الأقصى المبارك، ويقوم بالاعتداء على المصلين وعلى الصائمين وعلى المعتكفين، ويقوم بالاعتداء على الشيوخ الكبار في السن وعلى النساء، هذا هو الاحتلال. ولهذا السبب الاحتلال هو عبارة عن منظومة إجرامية يجب أن يحاكم من قبل المؤسسات الدولية. قبل أيام كان هناك تقرير لمنظمة الأمم المتحدة التي قامت ب يعني صياغة تقرير عن أوضاع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكشفت عن هذه الجرائم، وكشفت عن السياسات العنصرية، وكشفت عن أن الاحتلال هو المسؤول عما تعانيه الأراضي الفلسطينية ويعانيه الشعب الفلسطيني. هذه الأمور كلها ليس عليها اختلاف، ولكن للأسف العالم الآن يتفرج ويشاهد وكأنه يشاهد مسلسلا تلفزيونيا. لو أن مثل هذه الأبراج تم استهدافها من قبل الفلسطينيين لقامت الدنيا ولم تقعد، ولكن لأن المستهدف هو هؤلاء الفلسطينيون، المستهدف هم المدنيون الفلسطينيون، يبدو وكأن هذا هدفا مشروعا للاحتلال، وكأن هناك يعني إجازة من قبل المجتمع الدولي كما أعلنت الولايات المتحدة قبل قليل
بأنها تدعم دفاع إسرائيل عن نفسها. أي دفاع هذا؟ هذه جرائم حرب، هذه جرائم حرب أن يقصفوا هذه الأبراج وأن يقصفوا هذه المساكن وأن يقصفوا المدنيين وما يترتب عليه من شهداء. يعني هذه جرائم حرب بكل ما تعني الكلمة من معنى، وفق القانون الدولي ووفق المنظمات حقوق الإنسان هذه جرائم حرب. أين المجتمع الدولي؟ ثم بعد ذلك عندما يكون هناك رد من المقاومة نسمع هذا الضجيج وهذا النفاق من كثير من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم مشاهدينا، نتابع في هذه الصور المباشرة لدخان كثيف يتصاعد من قطاع غزة بعد القصف الاحتلال الصهيوني الجديد على قطاع غزة. إذن أعود إلى الدكتور السعيدي. الرد الصهيوني للعنيف على المنشآت المدنية والأبراج السكنية، ما الذي يعنيه في نظرك؟ هو الآن الرد الحالي ما نراه ومتوقع وهو معمول به في كل عندما يقع احتدام المواجهة فيكون ومتقع عمليات وكذا يكون رد فعل بضرب منشآت. للأسف طبيعة الاحتلال، طبيعة العدوان وطبيعة الجبن الذي يسكن هذا الاحتلال أنه يتهجم على الأبرياء والعزل وعلى المدنيين، لأن في أي حرب أي مواجهة لابد بقانون دولي، قانون دولي معروف هو تجنيب، محاولة تجنيب المدنيين من آثار وتداعيات الحرب أو المواجهة. لكن الكيان الصهيوني لا يخضع لأي قانون دولي ولا يلتزم بأي قانون دولي ولو حماية من طرف عرابي لهذا الكيان في العالم. لكن أنا عندي نقطة نقول على هذا، أنا كنت أتوقع أن رد فعل قد يكون بعد يوم يومين أو غير ذلك. أولا هذا الرد فعل هو جنوني، يعبر عن غضب، يعبر عن صدمة، لأن راه ضرب عشوائي ما هوش مستهدف، ما فيش استهداف لقواعد عسكرية وقواعد المقاومة وغير ذلك، هو استهداف للمواطن. فأن الكيان الصهيوني بهذا الحجم تاع الرد يريد استيعاب الغضب الداخلي عند الكيان داخل الكيان الصهيوني. الآن في غضب كبير، غضب كبير وسخط كبير عند سكان الكيان الصهيوني من خلال أسر جنود، وهذا عندهم عائلات عوائل، ونعرف ما معنى أسير إسرائيلي في يد المقاومة وماذا يحدث وما يحدثه هذا الأسر في نفوس الكيان. هذه من جهة. الجهة الثانية وهو محاولة لملمة وضع العسكري، لملمة العسكري وإدخال الجيش الاحتلال في سرعة الرد، ما يبقاش قاعد ينظر في ويدرس هذا الهجوم غدا، إلى سرعة إدخاله في سرعة الرد ومحاولة تنظيم الرد. هذا رد أولي وسيكون تنظيم الرد مع الأيام القادمة. فنظن أن عندما تضع هذه الحادثة بعض الوقت سنرى الآثار الكبيرة والخطيرة على الكيان الصهيوني، وسيتصرف هذا الكيان الصهيوني بعد مرور الأيام ويبدأ يستجدي القوة العالمية، يستجدي الوسطاء، يستجدي كذا لمحاولة ربع الصدع عنده أو التخفيف من حدة الصدمة أو محاولة تخرج. لكن نظن أن المقاومة قالت هذا الطوفان الأقصى، وحسب تصريحات قائد الكتائب محمد ضيف عندما صرح وفي كلامه، أولا كلامه أشار إلى نقطة مهمة ماشي عتب، لأن محمد ضيف تعرفه، يعرفه الكيان وتعرفه القوات العالمية أنه الرجل كلمته موزونة. نعم، وكلمته من خلفها رأي. الأمر الأول تكلم قبل ذلك. نعم قبل ذلك تغطيتنا مستمرة، فاصل ونعود.